وخلال كلمة معاليها بالاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تمضي قدما في مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، واستطاعت أن تحقق بفضل الله العديد من الإنجازات الحضارية الرائدة في كافة المجالات. أشارت معالي إلى أن شعب مملكة البحرين أثبت على الدوام إخلاصه ووفاءه وحرصه واهتمامه وصدق انتمائه وولائه لوطنه وقيادته، وحقق أكبر مشاركة شعبية في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية الماضية. أوضحت معاليها أن الخطر الإيراني المتنامي وتكرار تجاوزاته السافرة وتدخلاته المشينة في الشؤون الداخلية لدولنا وعدم احترامه لقواعد الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار واستمرار احتلال للجزر الإماراتية وتحريضه المستمر ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح هو الخطر الرئيس والاستراتيجي ضد دولنا وشعوبنا ومستقبلنا جميعا، وأصبح لزاما علينا التصدي للخطر الإيراني الذي يعمل على أن يخرق وحدتنا ويضر بأمننا ويشرخ تماسكنا ويعطل مسيرة تعاوننا. وقالت معاليها أن الحفاظ على مسيرة العمل في مجلس التعاون الخليجي هو مسؤوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة. وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب في كلمتها عن بالغ اعتزازها وتقديرها لمشاركتها في الاجتماع بعد انتخابها رئيسة لمجلس النواب في مملكة البحرين، وأشارت معاليها إلى أن وجود سيدتين ترأسان مجلسين تشريعيين في دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع يعبر عن الإنجازات المتميزة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال حقوق المرأة. أكدت معاليها أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، لكنه ينمو ويتصاعد في ظل الأفكار التحريضية والعنصرية ومع الجهات الداعمة له والمنظمات والدول المشجعة عليه ومع الخطابات الإعلامية غير المهنية والأخلاقية. شددت معاليها خلال الكلمة على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه، والرفض الكامل لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل بالمخالفة لقرار مجلس الأمن. وأضافت معاليها أن التحدي الاقتصادي الذي يواجه دول المجلس لا يقل أهمية عن التحديات السياسية والأمنية، وأشادت معاليها بالجنود البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.